انت ميعادك الساعة كام؟ واحنا من امتى بنهتم بالمواعيد؟ المهم الشغل. تعرف ايه عن قانون الاكتتاب اللي نزل اول امبارح اللي امير عزمي متضايق بسببه؟ عادي، دي شوية بيانات معينة كده بتتسجل، هنملى شوية ورق يعني مفيهاش حاجة. ما انت لو كنت جيت في ميعادك كنت هتيجي الميتنج وتعرف ان امير عزمي يفكر يلغي التوكيل معانا. ايوه زين، ما انت ما قلتليش ان في اجتماع النهاردة اصلا. هو انت راجعت نفسك يا ادم؟ انت مجمع اللي بيحصل حوالينا؟ يا زين كنت براجع نفسي وده اللي اخرني، ومجمع كل حاجة وعارف ان في كلام بقى بيتقال على سمعة المكتب. انت اللي محتاج تجمع يا زين. انا المفروض اراجع نفسي. تعرف حاجة يا ادم؟ انا كان المفروض ارفدك الاسبوع اللي فات بس ما عملتش كده عشان بس انا المفروض ارفدك دلوقتي. بقولك ايه؟ امشي امشي. ايه اللي حصل بينك وبين سهى؟ اخوه عنده كانسر ولازم تسافر امريكا عشان تبقى معاه. كده انا فهمت. ما تزعلش، أوعدك هتكون أحسن. ازيك يا دوم، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ابو حميد؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش حامل خناقات خالص اليومين دول. ايه يا عم في ايه؟ ما تقلقش، انا شفتك كنت اجي اسلم عليك. بس ايه حوار الخناقات ده بقى؟ ادري ولا ايه؟ اللي اعرفه يعني ما اعرفش اقرب منك طول ما انت في حمايه زين. وهي دي بقى سمعتي في المكتب؟ بصراحه وايد دي مش الحقيقه ولا ايه؟ طيب انا عايز اقول لك بقى ان المره دي الخناقه مع زين نفسه. يا راجل ايه اللي حصل؟ ضغط الشغل. ضغط الشغل ما بيخلصش في المسيري زي داني ادم، اكيد في حاجه تانية. لا عادي يعني. المهم انت عايز توصل لايه؟ بص يا ادم، كله عارف اللي بيحصل في المكتب اليومين دول. ايه اللي بيحصل في المكتب؟ بص يا ادم، اللي انت عملته معايا وقتها كان مضايقني، بس ما عدت فكرت اكتشفت انك طلعتني من الموقف بقلل الخسائر. بصراحه دي جميله، انا شايلها لك طول عمري. والله يا ابو حميد شكرا. انا مش عارف اقول لك ايه، برضه مش فاهم انت عايز توصل لايه. دلوقتي شغال في الكيان الاستشارات القانونيه، شغلهم حلو ومريح والاوضاع احسن من عندكم بكتير. لو تحب اظبطك قول. انت بقالك سنه شغال مع زين ثابت، ودي حاجه تخلي اي مكتب محاماه في البلد يتمنك. والله يا احمد كتر خيرك، مش عارف اقول لك ايه، بس انا مش عارف اسيب زين ابدا. ليه يا ادم؟ يعني عشان هو اللي جابك المكتب؟ لا مش بس كده، عشان اللي بيني وبين زين اهم من اي شغل. زين عامل معايا جمال كتير جدا. على العموم زي ما قلت لك، انت كده كده ليك عندي جميل، ولو في اي وقت حبيت قول لي. ما تقلقش يعني، كده كده مش هتحس بغربة. يعني ناس كتير قوي من المكتب عندكم يا ادم جم عملوا انترفيوز واتقابلوا كمان. فعلا؟ كان ممكن تسيب لي استقالتك على المكتب عني، ما كنتش هتضايق. مش لازم تجيبها لي بيتي. معلش بقى عشان انا مستعجل جدا، معروض عليا وظيفه في شركه تانية. الف مبروك. بس انا رفضتها. ده اللي هيخليني اسامحك يعني؟ لا يا زين، ده اللي هيخليك تسمعني. مكتب الكيان للاستشارات القانونيه بيلم كل المحامين اللي عندنا، ومش بس كده، دول هياخدوا كل العملاء بتوعنا كمان، واولهم امير عزم. بالظبط. شريهان الكهال عايزه ترد لنا القلم اللي خدته، وده معناها اكيد ان معاها شريف زيدان. طيب زين، انا مش محتاج اقول لك انك لو عاوز اي حاجه انا موجود. والصاحب ليه عند صاحبه ايه يعني؟